في رحلة البحث عن الشمل المصري من خلال هذه الكرة. ليه يا راجل؟ ليه يا راجل؟ ليه؟ حرام عليك، حرام عليك. أمامنا، أدي أمامنا محمد نجيب. مش عايز أقول عمل في الكرة دي إيه، يعني إحنا في العيد ونطحة، دي نطحة محمد نجيب. أدي أمامنا كرة ملعوبة حلوة قوي، هي صحيح قوية، وأدي أمامنا محمد نجيب. ده إيه ده؟ يعني لازم تركب الكرة.